الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أدم الصلاة على النبي محمد، فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بآل محمد عرف الصواب، وفي أبيات نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستغاب. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سراج المنير. يقول المؤرخون الأرباب الحديث، لما حملت مولاتنا آمنة بنت وهب بالنبي محمد صلى الله عليه وآله، كانت تجد السعة والدعاء والراحة والسرور، وكانت تقول: ما شعرت أني حملت بولدي محمد، لأني ما وجدت له ثقلا كما تجد الحوامل، وقد رأيت أنا حاملة به نورا أضاء له المشرق والمغرب. سبحان الله والحمد لله ولا يقول الراوي: وكانت تهتف بآمن عليها السلام الهواتف في كل شهر من حملها، وكانت تسمع الملائكة تقول لها: أبشري يا آمنة، فإنك حملت بسيد الأولين والآخرين حبيب رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فلما كان الشهر التاسع من حمل آمنة، وأراد الله تعالى أن يزين العوالم بنور النبي محمد إذ سمعت مولاتنا سلام الله عليها ضجة عظيمة، ففزعت من ذلك، فدخل عليها طائر أبيض ومسح بجناحه على بطنها، فزال ما كانت تجده من الخوف. يا مستمعين النظام، صلوا على النبي تمام. طوال تفوح منهن رائحة المسك والعنبر، وقد تنقبن بأقمار من العبقري الأحمر، وبأيديهن أكواب من البلور الأبيض. فقالت لها إحداهن: يا آمنة، اشربي من هذا الشراب، وابشري بسيد الأولين والآخرين
محمد صلى الله عليه تقول مولاتنا عليها السلام: ثم قمنا النسوة من عندي وإذا بي أرى خفقان أجنعة الملائكة وأسمع تسبيحا وتقديسا: سبحان الله والحمد لله ولا أحد إلا أنا. وكنت أقول في نفسي: هل أنا نائمة أو يقظانا؟ إذ لمع نور أضاء لأهل السماء والأرض حتى شق سقف بيتي، وبينما أنا متعجبة مما أسمع وأرى إذ وضعت بولدي محمد عليه. اي والله الرسالة بحق النبي الأدلى، الرسالة بجهاد شيد العدل، رسالة بدموع الشوق اكتب له، رسالة اطلب بالشفاعة الأحمدية. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقول الرواية: لم يزل نوره الشريف المبارك ينتقل بين الأسلاب الطاهرة والأرحام المطهرة حتى استقر في صلب مولانا أبي جعفر الباقر. ولما شاء الله جل وعلا إظهار نور سيدنا أبي عبد الله الصادق إلى عالم الدنيا جعل سبباً في اقتران إمامنا الباقر بالسيدة المكرمة والجليلة المعظمة فاطمة بنت القاسم بن محمد بن أبي الباك، وهي سيدة فاضلة كاملة عابدة زاهدة زكية تقية. وقال في حقها ولدها الصادق: كانت أمي ممن اتقت وأحسنت والله يحب المحسنين. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وسلم. تقول الرواية: لم تمض الليالي والأيام حتى حملت بمولانا بمولانا أبي جعفر عبد الله جعفر بن محمد، فزادها ذلك بهاء ونورا وخيرا وحبورا. وكانت كلما تزايدت أشهر حملها ترى الخفة ودعت والانبساط، وسعت كل هذا ببركة حبيبي رسول الله. من الهجرة المطهرة في شهر ربيع الأول في اليوم السابع عشر في يوم ميلاد جده الحبيب محمد صلى الله عليه وآله، أحست مولاتنا فاطمة بنت القاسم أثناء بقرب ولادتها فأحضرت لها القابلة والنساء ليلين منها مات للنساء ومن النساء أثناء الولادة. وبينما هي كذلك إذ وضعت بالإمام الصادق الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد. صلوات صلوا على محمد علي بن أبي طالب. صلوات ربي عليه صلي وسلم عليه. صلوات ربي عليه. يا ريت والله يا ريت الجناح مثل الطير، يا ريت أزور أرض البقيع الليلة يا
يا شعب الكون إمام الجعفرية. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثانية وثالثة بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ديان الدين، بسم من هدانا لدينه الإسلام وحبانا بالإيمان وعلمنا القرآن ومن علينا بمحمد وآله سادات الزمان، وحبب إلى قلوبنا البر والعفة والطهر والطهارة والفضيلة والإحسان، وكره إلينا العقوق والتهتك والفجور والفسق والرذيلة والطغيان، وصلاة وسلام على آل ياسين من خاتم الأنبياء حبيب الله محمد إلى حجة الله على أرضه، من نفع له في هذه الليلة أزكى آيات التهاني والتبريكات. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، السلام عليك يا باب الله وديان دينه، السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. نبارك لك مولاي ذكرى ميلاد من حبه فرض وطاعته فرض. نبارك لك ميلاد ساكن طيبة، نبارك لك ميلاد جدك المصطفى سيد الكون محمد. محمد ترسم الدنيا مواسمه، مواسم الحب لو تدري مواسمه، محمد وزع الروعات قاطبة أما ترى
كل علم وهو عالمه، ومن أتى لمعين العلم قال له هذا نصيبك خذ، إن أنت ناظمه جمالك الصدق يا من أنت راسمه، وجعفر العلم تخليدا تلازمه، وها أنا أنت لي ظل يلازمني، وها أنا أنت لي ظل يلازمني، مذ قيل لي جعفري أنت عالمه، وافخر رعاك الهدى بالنور مقتبسا يسلمنا واحد والحب حاكمه، خذ من سماوات عشقي سر خلقتنا، فطيننا من مياه الحب خاتمه، تلومني هذه الأيام في زمن في حبكم من ترى قد كان لائمه. صلوات. أيها الحضور الكريم، هنا فاتحة مبتدأ تكون جسر دعاء يؤنسنا في وحشتنا، ويكون شط بشرى لنا في ذلك اليوم. من هنا أول صدانا بوح يذوب له الوجدان، يمازجه خشوع قلب وحضور فكر، وصوت تهيم معه الأرواح وتعلو معه نحو آفاق السماء. خير بداية بآيات من القرآن الحكيم مع القارئ أحمد القريش، يتفضل بأفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد، صلوات صلي على محمد علي بن أبي طالب، صلوات ربي عليه وسلم عليه، صلوات ربي عليه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. متباركين بميلاد نبي الرحمة محمد، رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة، لذكره صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني Thank you.
ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا صدق الله العلي العظيم اللهم رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلى الله عليه وسلم فصل على محمد وآل محمد
ثابتة، نجي بها الطريقة هذه نعم القيام، لأن مثل عشر أولهم أمير المؤمنين وآخرهم القائم محمد. رحم الله من يصلي على محمد وآل محمد. أفهل يضاهيه بحق مذهب آل لهم آلت مفاصل حكمة فترى المدى من فعلهم يتعجب إذ يؤثرون لأجل قوت كسرة ويشبعون وإن دهورا أسغبوا إن عنونوا فسلاسل ذهبية من نور خلاق السماء لا تحجب صلوات الله صل على محمد وآل محمد. ولد النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته مع أمه آمنة وجده عبد المطلب في كلاءة الله وحفظه، ينبته الله نباتاً حسناً لما يريد به من كرامته، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله في كفالة جده. جده هذا الشخصي العظيم أو هذا الإنسان العظيم، فقال عمه حمزة بن عبد المطلب مما قال عن علاقة النبي صلى الله عليه وآله بجده ومدى حبه له، نذكر حسب كتاب سماحة العلامة الدكتور السيد محمد بحر العلوم في كتاب بين يدي الرسول الأعظم: محمد بن عبد الله هو ذلك اليتيم الذي لم يعرف من حنان الأبوة ما يشد به عظمه، فقد مات عنه أبوه بعد زواجه من أمه آمنة بنت وهب بفترة قصيرة، فتركته حملاً أو رضيعاً على اختلاف الروايات، فتعهده جده عبد المطلب زعيم الهاشميين وكبير قريش وشخصية مكة وسيد العرب، فنشأ في ظل موفور الكرامة عزيز الجانب، حتى كان يفرش له بفناء الكعبة فلا يقرب من فراشه أحد من أولاده أو من كبار قريش، يهابونه ويحترمونه. أما محمد فقد كان يأتي وهو صبي يتخطى رقاب الكل حتى يصل إلى جده فيزاحمه على فراشه ويحاول الأعمام أن يمنعوه، فيقول لهم: عبد المطلب دعوا ابني هذا، إن له شأنا عظيما يغبطه عليه الناس. ولم يكن هذا فحسب، فالنبي وجده أو جده كان يتكهن له مستقبلاً خطيراً وشروقاً لم يغرب ولن يغرب. ماذا يضيرك إن غدوت على الهدى؟ ماذا يضيرك إن غدوت على الهدى؟ وأشار نحوك مستخفاً: أخيب فدع النفاق وأهله وصراخهم، فغداً لهم قعر سحيق غيهب موت بغيظ، لن نبارح فتية ما أفصح جبريل عنهم يكتب، ما أفصح جبريل عنهم يكتب صلوات. صل على محمد وآل محمد.
سماحة الشيخ سعيد المرهون يشاركنا الآن في فقرة كلمة الحفل تحت عنوان أخلاقيات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. يتفضل محفوفا بأفضل الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. مبارك لكم أيها الأخوة الحضور هذا المولد المبارك، مولد النبي صلى الله عليه وآله وحفيده الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وأسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه الذكرى العطرة الجميلة. ونتحدث بهذه الدقائق المعدودة عن أخلاقيات النبي الأكرم محمد. كانت خصائص وأخلاقه صلى الله عليه وآله من ضمن الخصائص التي كان يتميز بها رسول الله صلى الله عليه وآله، كان دائما بشر. وقد ورد في الحديث الشريف المؤمن بشره في وجهه وحسنه في قلبه. أيضا من الخصال التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وآله أنه كان سهل الخلق، فقد وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وإنك لعلى خلق عظيم. ولا يصف العظيم إلا العظيم وهو القائل النبي محمد. وصلي على محمد وآل محمد. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ثالث هذه الخصال التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وآله والأخلاقيات لين الجانب. وقد قال الله في كتابه الكريم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا النبي صلى الله عليه وآله كان يتميز بلين الجانب، وحري بنا أيها الأحبة بيننا أن يكون هذا الأمر، أن يكون بين الأخ وأخيه، بين الزوج وزوجته، وبين العائلة بشكل عام، أن يكون لين الجانب هو المحكم كما كان النبي صلى الله عليه وآله. رابعا أيها الأحبة من صفات النبي أنه لا يجلس ويقوم إلا بذكر الله سبحانه وتعالى، فقد كان. وأيضا القرآن الكريم ماذا يقول؟ إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والآية المباركة التي تقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خامس هذه الصفات التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله، كان يجلس حيث ينتهي به المجلس، دلالة على تواضعه صلى الله عليه وآله. وخامس أو سادس هذه الصفات التي كان يتصف بها النبي صلى الله عليه وآله، كان يخزن لسانه عما لا يعنيه، يعني لا يتدخل في أي صغيرة وكبيرة، لا يكون فضوليا ويتدخل في ما لا يعنيه، لأنه من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. سابع هذه الصفات التي كان يتصف بها النبي صلى الله عليه وآله،
سأل الناس عما في الناس، يسأل عن الرعية، يسأل عن كل صغير وكبير. كان النبي صلى الله عليه وآله ويتفقد الناس واحدا تلو الآخر، ولا يقصر مع رعيته ومع الناس، ولا يتكلم إلا فيما رجى ثوابه، ولا يقطع على أحد كلامه حتى يجوزه أو يستأذنه في الكلام. فلذلك هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وآله، وكان يجلس على الأرض وينام عليها ويأكل عليها، فهذه من تواضع وأخلاقية النبي محمد. وكان صلى الله عليه وآله يخسف النعل كما نقل لنا التاريخ، ويرقع الثوب ويفتح الباب ويجلب الشاة ويحلب الشاة عفوا ويشيع الجنائز. هذه من صفات النبي صلى الله عليه وآله ومن أخلاقيات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وأيضا يعود المرضى ويجالس الفقراء ويؤكل المساكين ويناولهم بيده الشريفة، يصل رحمه، يقبل معذرة من اعتذر إليه، وكان كثير التبسم، كان أكثر الناس تبسما ما لم ينزل عليه القرآن، ضحكه من غير قهقهة. كان النبي صلى الله عليه وآله لا يقهقه، وإنما ديدنه الابتسام، وما شتم أحد يشتمه ولا فظا ولا غليظ، وكان لا يجزي السيئة بالسيئة، وإنما يجزي السيئة بالحسنة، كان يحسن إلى الناس، وكان يغفر ويصفح. فهذه من صفات النبي صلى الله عليه وآله. ونختم هذا الحديث كما كان النبي صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام يطوف بالبيت العتيق، رزقنا الله وإياكم الوصول إليه في خير وعافية ببركة محمد وآل محمد. القصة بينما كان النبي صلى الله عليه وآله في الطواف، إذ سمع عربيا يقول يا كريم، فقال النبي صلى الله عليه وآله خلفه يا كريم، فمضى الأعرابي إلى جهة الميزاب وقال يا كريم، فقال النبي صلى الله عليه وآله خلفه يا كريم، فالتفت إليه الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال له يا صبيح الوجه ويا رشيق القد، أتهزأ بي لكوني أعرابيا؟ والله لولا صباحة وجهك ورشاقة قدك لشكوتك إلى حبيبي محمد. فصل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. فتبسم النبي وقال أما تعرف نبيك يا أخ العرب؟ فقال الأعرابي لا. قال النبي فما إيمانك به؟ قال آمنت بنبوته ولم أره، وصدقت برسالته ولم ألقه. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا أعرابي اعلم أني نبيك. فقال اعلم أني نبيك في الدنيا وشفيعك في الآخرة. فأقبل الأعرابي يقبل يد النبي صلى الله عليه وآله، فقال النبي يا أخ العرب لا تفعل بك ما تفعل الأعاجم بملوكها. شوف من تواضع النبي صلى الله عليه وآله، فإن الله سبحانه وتعالى بعثني لا متكبرا ولا متجبرا، بل بعثني بالحق بشيرا ونذيرا. فهبط جبرائيل على النبي محمد. له يا محمد إن الله يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك قل للأعرابي لا يغرنه حلمنا ولا كرمنا،
فغدا نحاسبه على القليل والكثير والفتيل والقطمير. فقال الأعرابي: أو يحاسبني ربي يا رسول الله؟ قال: نعم يحاسبك إن شاء الله. فقال الأعرابي: وعزته وجلاله، إن حاسبني لو حاسبنه. فقال النبي محمد صلى على محمد وآل محمد: وعلى ماذا تحاسب ربك يا أخا العرب؟ فقال الأعرابي: إن حاسبني ربي على ذنبي حاسبته على مغفرته، وإن حاسبني على معصيتي حاسبته على عفوه، وإن حاسبني على بخلي حاسبته على كرمه. فبكى النبي صلى الله عليه وآله حتى ابتلت لحيته. فهبط جبرائيل على النبي محمد وقال: يا محمد، إن الله يقرئك السلام ويقول لك: يا محمد، قلل من بكائك، فقد ألهيت حملة العرش من عن تسبيحهم. وقل لأخيك الأعرابي: لا يحاسبنا ولا نحاسبه، فإنه رفيقك في الجنة. الله لنا ولكم أن يكون من رفقاء النبي صلى الله عليه وآله في الفردوس الأعلى، وأن يعيننا وإياكم على مثل هذه المناسبات في خير وعافية، وأن يعجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، ويجعلنا وإياكم إن شاء الله من أنصاره وأعوانه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الآن 12 ومنهم أمير المؤمنين، آخرهم القائم المنتظر. رحم الله من صلى على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. صدق الله العلي العظيم. عن مجمع البيان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لي أسماء، أنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر. وفي المجمع أيضا، وقد تضمنت الآية في البدء، أن عيسى عليه السلام بشر قومه بمحمد وبنبوته، وفي هذه البشرى معجزة لعيسى عليه السلام عند ظهور النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأمر أمته أن يؤمنوا به عند مجيئه. وسأل بعض اليهود النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته: لما سميت أحمدا ومحمدا وبشيرا ونذيرا، حسب ما ذكر في كتاب الميزان في تفسير القرآن للطبراني؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: أنا محمد، فإني في الأرض محمود، وأما أحمد فإني في السماء أحمد مني في الأرض، وأما البشير فأبشر من أطاع الله بالجنة، وأما النذير فأنذر
من عصى الله بالنار. بعث فينا النبي وآله فعاهدناهم بالولاية، فإن العهد سيف، العهد سيف، العهد سيف، والسنين ضواري، والنور أجلى ظلمة الأستار. هادي البصيرة والقلوب شواهد، عاشت بما سمعت قوى الإبصار. ولد النبي، ولد النبي فكان صفوة ربه، من بين باد في الأنام وقاري، من بين باد في الأنام وقاري. صلوات صلي على محمد وآل محمد. يشاركنا الآن الشبل يزن علي الصالح بقصيدة شعرية، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يوم القيامة نورها غشياني، وبنظرة ملكت جميع كياني، شعر يضيع الليل بين خصاله، والعين حمراء وخد قاني، نحوي أتت تمشي بخصر مائس، وتمايلت فتضعضعت أركاني. من أنت قلت تعجبت وتبسمت، ما كنت أحسب عاشق ينساني، إني خليلتك التي أحببتها في عالم الدنيا بكل تفاني. إني الصلاة على النبي وآله، ربي إليك اليوم قد أهداني. سبحانه ما أجملك، هل أنت عيسى أم ملك؟ أم أنت أعظم منهما؟ جل الذي قد جملك ببدائع التصوير، ركبك البديع فعجلك، سماك أحمد في السماء، من كان كل المدح لك، وعلى جميع الكائنات بكل فضل فضلك، من نوره البارز هاك، وبالمحاسن جللك، واختار آمنة على كل النساء لتحملك، ونشأت في يتم، ولكن خير عمن كفلك، من أرض مكة مرسلا للخلق ربك أرسلك. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مما قاله الإمام الصادق عليه السلام لأبي بصيرة حول الشيعة، قال أبو بصيرة: دخلت على أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام وقد كبر سني وذهب بصري وقرب أجلي، فقال لي الإمام: أما علمت أن الله يكرم الشباب منكم ويجل الشيخ؟ قلت: هذا لنا يا ابن رسول الله؟ فقال: نعم وأكثر منه. قلت له: زدني يا ابن رسول الله. فقال: أما سمعت قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟ ف
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. صدق الله العلي العظيم. أما أنه إياكم عنا إذ وفيتم بما أخذ عليكم عهدنا ولم تستبدلوا بنا غيرنا. فقلت له زدني جعلت في ذاك. قال رفض الناس الخير ورفضتم الشر وافترقوا على فرق وتشعبوا على شعب وتشعبتم مع أهل بيت نبيكم فابشروا ثم ابشروا فأنتم والله المرحومون المتقبل من محسنكم المتجاوز عن مسيئكم. فقلت له زدني جعلت فداك. قال فإن الله تعالى وكل ملائكته يسقطون الذنوب عن شيعتنا كما يسقط الورق عن الشجر. فقلت له زدني. قال ذكركم الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. صدق الله العلي العظيم. والله ما استثنى أحدا غير محمد وأهل بيته وشيعته. صلوات الله على محمد وآل محمد. فقرتنا الأخيرة مع شخص كريم بعطائه، كريم بصوته، كريم بأهازيجه الرادود الكريم محمد بوجبارة، يشاركنا البهجة والفرحة في ميلاد خاتم الأنبياء وحفيده الإمام الصادق. نستقبله بأفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد. صلوات صل على محمد علي بن أبي طالب. صلوات ربي عليك صلي وسلم عليك. صلوات ربي عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك لكم ومبارك لسيدي صاحب العصر والزمان بولادة أشرف الخلق أبي القاسم محمد. لقضاء الحوائج ولشفاء المرضى ولتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ارفعوها ثالثا. هو اللهم صل على محمد وآل محمد.
خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاء بك بشر الله السماء فزوينا بك بشر السماء فزينا وتضوّت مسكا بك الغبراء بمدحكم أترنموا صلى الجميع على النبي وسلموا حفظكم ولسلامتكم وقراءه ثالثه الله صل على محمد وآل محمد صلاه الله على الهادي وسلام محمد في الاذى وفي اللقاء على وجهه إذا تبدو ابتسامة وافده الكل أيام موسمينا سلام الله على نور المدينة محمد للخلائق شافع وادي إلى بر النجاة هو سفينة سلام الله هنا 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 وينكم سلام الله النبي
اغفر لي ذنوبي علامك يا حلو دربك ودربي ترى المغرم عساه ربي يعيننا سلام الله على مغرم سلام سلام حب النبي أكبر عيوبي وين والنب إذا حب النبي أكبر عيوبي عينك الله يغفر لي ذنوبي على وجهي حلو دوبك ودوبي ترى المغرم عسى ربي يعينا سلام الله على نور النبي سلام الله سلام الله على نور النبي يا سيد الكون من ذكرك تعطر واسمك غيم للعشاق مطر وكل معنى على حبك تسطر تزين حفلنا رنت حروفك تزين حفلنا رنت تزين حفلنا تزين حفلنا لا لا مو قبول مو قبول يلا نعيد مرة ثانية يا سيد الكون من ذكرك تعطر واسمك للعشاق مطر وكل معنى على حبك تسطر تزين حفلنا رنت حروف تزين حفلنا رنت حروف ترى حبك يا سيدي قد جمعنا ترى حبك يا سيدي قد جمعنا وقلنا في الهوى معنا ومعنا وقلنا في الهوى معنا وجمعنا المجالس مجتمعنا ترانا الليلة يا سيدي ضيوفك تزين حفلنا رد تزين حفلنا صفقة بعدين 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 صفقة بعدين صفقة لكن تخبطونا حقا يقول الشاعر يا محراب الهدى والليل هود عليك الليل بذكارك تعود كأن الليل من صوتك تزود وزين كل ساعاته ضيوفك تزين حفلنا رنتها كتبنا من حروف اسمك حكاية وخلينا محبتنا البداية وصار الوقت يرويها رواية جمعنا في محافلها وصوفك تزين حفلنا تزين وقلنا في الهوى معنا ومعنا وجلال المجالس واجتمعنا ترى الليلة يا سيدي ضيوفك تزين حفلنا منك هروب تزين عد واحد منك هروب يقول عذرت عذرت الحفلة منه تغنى وأعجبني السهر لا من تحنى وذكرك سيدي منجه وجنة وكيف اللي عشق يقدر يعوفك تزين حفلنا
المشاركة هنا ما مشينا السالفة يا جماعة نزلوا حتى التليفون نزلوا وينه المسؤول وينه ها ما تشوف لهم حال جو ما في جوائز في جوائز ها اللي يرفع تلفونه ما له جائزة يا بيا نزل تلفون مالته نزل تلفون وماضي وماضي أم وقع بالدمع من الذر وماضي على كتاب الوفا الطاهر ويا وماضي أحب المصطفى بحاضر وماضي أظل واحد يوم المنية بصلوات قصيدي قبل لا نبدأ قصائد الماضي أخاف أطول عليكم هي نصيحة لي أولكم وأنتم ما تجد نصيحة إن شاء الله تشيعة على موالي يقول لك تريد الغالبة لا غير قصت عليكم تريد الغالبة التملك قدمها الوين أنت بالغالبة تحبها بالغالبة التملك قدمه على حب فاطمة تريد الغانمة التملك قدمه تريد الغانمة التملك قدمه على حب فاطمة والتحب كل عمل خير شركة وقدم الفاطمة كل ما تملكة وقدم الفاطمة الله الله يقدم للبتول يقدم للبتول عليه يرضى الرسول عليه يرضى الرسول عليه يقدم للبتول عافين أخوي عافين هلا إيه على فاطمة على فاطمة شو دخلتون هلا هاتريك غانمة هل تملك قدمة يل تريد الغانمة بجنة عدن خل حياتك ترتبط بأم الحسن خل حياتك ترتبط بأم الحسن خل اسم القبلة والسفحة وطن وبشعورك تلقى قبلها وصحن وبشعورك تلقى قبلها الله الله وفسح للشريف بس فضم مضيف وفسح للشريف
السم فاطم بضيف على فاطمة واللي الله عطاه منصب ويا جاه ينشر الحب فاطمة كل اتجاه يفرح القدم بما مدت يداه واللي ذي مع فاطمة الله معه واللي ذي مع فاطمة الله معه واللي ذي مع فاطمة الله معه مع الله مو صغير مع الله مع الله كل كبير مع الله شرط على حب فاطمة تريد القادمة القادمة على حب فاطمة على حب فاطمة يا تحب الخدمة باحترام يلتحق بالخدمة أخدم اي كون تخدم بالفعل بالكلام كون تخدم بالفعل الله بالحشر تتوسم في أجمل وسام تصير ضمن اللي يدخلوها بسلام تصير ضمن اللي يدخلوها بالحشر تتوسم بأجمل وسام صير ضمن اللي يدخلوها تصير ضمن اللي يدخلوها حشر بين الخدم كرامة ونعم اي حشر بين الخدم على كرامة ونعم على فاطمة على فاطمة تعبت اخلص اسمع وهم يلي تقلب هالشفاعة والنجاة ما تشب المستخفة بالصلاة يلي تقلب هالشفاعة والنجاة ما تشب المستخفة بالصلاة ايه تشعر السهرة بذور الأمها جوهر اليمن وسر البركات جوهر اليمن وسر الله 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 هاملو عند ارتباط يجوز من الصراط هاملو عند ارتباط يجوز من الصراط على حب اخر جوال التراجي تريد فاطمة تفطمك من الجحيم ما يلقاها الا ذو حظ عظيم ايه امشي دوم على الصراط المستقيم ايه تلتقي بآل النبي بجنة النعيم تلتقي بآل النبي الله مع السهر امان على حفاظ
بالرخاء وإلا شدة ومعضلة انخفاضن من تطريح المشكلة. يما يا يما يا يما يا يما بالرخاء وإلا شدة ومعضلة انخفاضن من تطريح المشكلة. تنفرج لك داب قلبك بوصلة ينتجه من المدينة كربلاء ينتجه الله الله هالقصدها والتجا على هم تفرجا هالقصدها والتجا على هم تفرجا على هم فاطمة تريد الغانمة بكل ما ورد يا تريد الغانمة بكل ما ورد ارضي فاض وهي تعطيك المدد قدم لها بكيف ما هو بالعدد قدم لها بكيف ما هو بالعدد والغرس حبها ثمر حبها حصد والغرس حبها ثمر الله أو جيد موردي وتحسن ما تسير على فاطمة على فاطمة تريد الغانمة جمل تقدمة تريد الغانمة جمل تقدمة على فاطمة على فاطمة تريد الغانمة جمل تقدمة قصيدة سألكم الدعاء من حيل تعبتها روحك حارة روحين بجسد روحين قل ايه روحين بجسد ومنهم كل مدد روحين بجسد منهم كل مدد محمد وعلي يا علي قبل أن صلى على محمد وعلي ليش في العرش ليش في العرش محمد وعلي جيب لهم ماي جيب لهم ماي يا جماعة جيب ماي حق الجماعة ها تعال 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 روحين بجسد منهم كل مدد روحين بجسد منهم كل مدد ها روحين بجسد ها الله روحين بجسد منهم كل الله روحين بجسد على النخوة بدأوا طول السنين عايش يفرقهم بياردهم ترفع الخافقين مراتبهم مناقبهم تذل الحاقدين تذل اي احباب الصمد على 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 الله احباب الصمد منهم كالمدد منهم كالمدد احباب روحين الجسد اسمع الله من الباري كرم جاري
قدرته وجعلهم وهم نوره ودستوره وعطاء ورحمته عطاء ورحمته اي رسول الله منه مثل صفاته وهيبته اي وعلي حيدر بطل قصور الشجاعه ميزته الشجاعه الله اسمك واعتقد علي 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 من اسمك واعتقد علي منهم كل روحين الجسد منهم كل مدد روحين الله في كل شدة علي سنده ونصره بالكروب يسل سيبه فرط طيفه يزلزل بالحروب ثغر قاسم ابو القاسم يشوفه تلهبوب غضب عاصم اسد حاطب شي سوي بالدروب شي سوي بالدروب الله ويكرم شرف منهم كل مدد الحروف الأحمدية جمال الأبجدية الحروف حروف الأحمدية جمال جمال الأبجدية الحروف حروف الأحمدية شباب شباب عطول يلا جمال الأبجدية الله محمد محمد جمال الأبجدية صور رسمه جمال اسمه سحر عين الطبيعه بمجمل حروفه سحر عين الطبيعه بمجمل حروفه فلا قادر وصف شاعر يوصف صوره الرحمه على جفوفه يوصف صوره الرحمه على جفوفه الله الميمه ولا اكتبه حائل وحبه ميمه ولا اكتبه حائل وحبه الله رسول الله قلها الله الله قال اسمش حلاته روح قلاته قال اسمش حلاته جمال روح قلاته جميل بكل صفاته جميل بكل صفاته رسول الله منو جميل بكل صفاته رسول الله جميل بكل صفاته رسول الله الله حروف اسم الجميلة إلى البحر وسيلة واحد واحد ها كمالاته كراماته حطوني يا هذا يلا اي كمالاته كراماته عظيمه وما يحقها العالم باسره اي عظيمه وما يحقها العالم باسره عناوينا براهينا إله الكربا يا تشرح صدره إله الكربا يا تشرح صدره الله الله هاي كرماته كرامته عظيمة وما يحدها العالم بأسره عظيمة وما يحدها
شوف ما تشجع يا ماما الله 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 علي علي صح صار الدنيا مرسال داريني يا علي علي خسرت محبتي جنة يا مولانا علي 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 تعال 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 أنا خلصت محمود تعال محمود تعال ما خلصت صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم محمد قلنا خبروني نبيه باليمان أنا ناوي صرت بين البيوت فرصتك واغتنمها وانت بلا تفوت يا سلامي على اللي ذكرى يشفي الصدور شوقي ما على حدود والمدامع لا أقلع عند ذكرى تجود خبروني أمانة كيف وصف الشعور أنا والزيارة من معايا أنا وأوصل
يا حبيب الله يا طه قولها فوق ريشي من ثرى يا حبيب الله يا حبيب يا حبيب خلاص اللهم صل على محمد وآل محمد عندك اللهم تقبل منا هذا القليل يا الله يا